الدين مقدم على الوطن، الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعلي وتصل. سئل أحد العلماء عن الغنى، فقال العالم لذلك السائل: لو قام الحق والباطل يوم القيامة أتجعل الغنى في الحق؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كلمات عظيمة. بعض الناس يكثر التشغيب ويكثر الجدل، ولكن العلماء يمسكون بأيدينا كما يأخذ المبصر بيد الأعمى حتى يلصقها بالجدار، يجعلك تفهم وتعي وتسمع الحق وتقبله إن كان لديك رغبة في الحق. قال: أرأيت لو قام الحق والباطل يوم القيامة أتجعل الغنى في الحق؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتبه يا عبد الله، ليسأل كل واحد نفسه ممن يستمعون الغنى: هل سماعك للغنى يكتب في صحيفة حسناتك أو في صحيفة سيئاتك؟ أجب عن هذا بصراحة. أين ستجده؟ أفي صحيفة الحسنات أم في صحيفة السيئات؟ ليسأل هؤلاء أنفسهم: هل الغنى من أسباب دخول الجنة؟ هل يدخل الناس بسماع الغنى إلى الجنة؟ لا والله. وكل واحد يعلم أن الغنى ليس من أسباب دخول الجنة. انتبه يا عبد الله. سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمة الله عليه عن الغنى، قال: لا يجوز. قالوا له: يقال إن أهل المدينة يسمعونه. قال: إنما يسمعه عندنا الفساق، إنما يسمعه عندنا الفساق. هذا قرار من الإمام مالك يتحدث عمن يستمع الغنى في المدينة: إنما يستمعه عندنا الفساق. انتبه يا عبد الله، لا يزال هذا الحال إلى الآن. إن كثيرا من الناس يسلكون مسلك مغالطة أنفسهم ولا يصارحون أنفسهم. أرأيتم هؤلاء الذين يسمعون الغنى لو رأوا مثلي وأمثالي من أئمة وخطباء ومعلمين يستمعون الغنى، أيشكرونهم أم يستغربون وينتقدون؟ كيف أنت تعلم الناس وأنت تدعو إلى الله وأنت تصلي بالناس لا يليق أن تسمع الغنى؟ لو كان حقا فلما تنكر علي؟ ما ستنكر على طالب علم أو عالم أو داع إلى الله أو إمام يصلي بالناس؟ ما ستنكر عليه سماع الغنى إلا وهو لا يليق بهم؟ أرأيت كلمة الإمام مالك: إنما يسمعه عندنا الفساق؟ هذا هو الواقع.
هذا هو الواقع، أن الذين يستمعون الغنى جراء على معصية الله، جراء على معصية الله. انتبه يا عبد الله، يا من تسمع الغنى، لو أنك تستمع الأغنية ثم أطفأتها وفتحت صوت القرآن، أشعورك واحد أم تشعر بسكينة ما كنت تشعر بها؟ والعكس، لو كنت تستمع القرآن ثم أطفيته وتستمع بعده الغنى، أتشعر بنفس الوقار والسكينة أم تشعر بخفة وطيشان؟ ذاك هو الغنى، ذاك قرآن الشيطان الذي يدفعك إلى الخفة والطيشان، وذاك القرآن كلام الله الذي فيه الوقار والسكينة. انتبه يا عبد الله، اكتب أسماء المغنين والمغنيات، هل ترى أنهم يستحقون أن تحبهم في الله جل وعلا؟ إنما يحب الإنسان في الله على مقدار صلاحه وتقواه. فالمغنون والمغنيات هل يستحقون أن تحبهم في الله جل وعلا؟ لا والله ما يستحقون، ولا فيهم صفات الصالحين، وأنت تراهم على عتبات المسارح، وأنت تراهم في مجالس مختلطة، وتراهم الراقصين والراقصات من حولهم، وتراهم وقطاع الصلاة حولهم، لا ترى أن فيهم شخص، لا ترى أن فيهم شخصا يستحق أن يحب لله جل وعلا؟ هل ترى على تلك المغنية أنها من الصالحات، أم تراها امرأة متبرجة على صورة سيئة؟ انتبه يا عبد الله، أرأيت ذلك المغني أيسرك أنه أبوك؟ أيسرك أنه أخوك؟ أيسرك أنه قريبك؟ إنه عاص لا ترتفع به الرؤوس. أرأيت تلك المغنية أيسرك أنها زوجتك؟ أيسرك أنها ابنتك؟ أيسرك أنها أختك؟ لا والله ما يشرفك، ومن قال يشرفه فقد أصبح فاسد الفطرة، فسدت فطرته. من أحب أن يكون منهم، ومن أصبح متعلقا بهم فهو على خطر. انتبه يا عبد الله.